الدكتور محمود الخفاجي عميد الكلية الإسلامية الجامعة المكان البديل بالديوانية، وأرحب برئيس القسم وأرحب بكم أعزائي الطلبة، وأشكر الحقيقة رئاسة القسم على إقامتها هذه الحلقة النقاشية التي أعددتها بعنوان النظرات في التعبير الفني في القرآن الكريم. الحقيقة القرآن الكريم دستور حي متجدد حافل بالنبوءات ومعجز للعلم والعلماء، وهو كتاب يقف حقيقة في قمة البلاغة العربية. هو أيضا بنيان موسيقي قائم بذاته، يعني تنبع فيه الموسيقى من داخل الكلمات ومن ورائها. العبارة القرآنية تتفرد بخصائصها، بإيقاعاتها، بدلالاتها، بمعانيها. نحن إذن أمام طراز خاص وأمام سر من أسرار الكلمات وأمام معجزة حقيقية. إذن كيف وقف العلماء من فن التعبير في القرآن الكريم؟ لنقف أولا عند ظاهرة المجاز. ظاهرة المجاز في القرآن، يكاد البلاغيون يتفقون على أن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير موضعها، الكلمة المستعملة في غير موضعها، أو هو كشف عن المعنى الباطن وراء اللفظ، أو كما يقول عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، إن كل لفظ نقل عن موضعه فهو مجاز. إن كل لفظ نقل عن موضعه فهو مجاز. بعض العلماء يسقط المجاز من القرآن بزعمهم أن المجاز أخو الكذب، وأن القرآن منزه عن الكذب، وأن المتكلم لا يعدل إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محال على الله سبحانه وتعالى. ويرى الآخر أن القرآن حق